في جزء يعني بعليه ويت كويس في الفاينل و اسئلته بتبقى صعبه لو انت فاهم، فهو محتاج شويه فهم وهتلاقي الاسئله بتاعته ظريفه يعني مش صعبه خالص. فهو جزئين ودي اللي عملته النهارده اللي هو الثاني والثاني. ودي حاجه المفروض كنتوا تاخدوها اصلا في اي كورس يعني الكورسات اللي موجوده، يعني دي حاجه مهمه ازاي تحول من انالوج لديجيتال، ده مهم جدا. فطبعا انتوا في رابعه في ناس تاخد كورس بي اس بي وناس لا، فهو مهم جدا تبقى عارف سامبلنج تيرم. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها البالس موديليشن، يعني موديليشن ذا بالسز. فده طبعا يبقى انت هنا بتموديلين بالسز ما هياش كومبليتلي انالوج سيجنال، صح ولا لا؟ يبقى انا الفكره هنا ان انا ايه؟ اخد سامبلز وبعد كده احولها بالسات بس، والبالسات دي اللي اعمل لها موديليشن. ما حولتهاش اصفار وايه بقى؟ وحي. ده يبقى ديجيتال، صح ولا لا؟ ده ديجيتال موديليشن كوميونيكيشن هتاخدوه الترم الجاي يعني ان شاء الله. فهو البالس موديليشن ده الايه؟ الجزء الاخير اللي احنا هنتكلم عنه يعني. فالنهارده هنتكلم على حكايه السامبلنج دي والطرق بتاعها، والمره الجايه هنقول الايه؟ البالس موديليشن ان شاء الله يعني. فقالك سامبلنج فكرته ايه؟ دي سيجنال كونتينيوس تاخد منها ايه؟ سامبل عن 0 تي اس 2 تي اس 3 تي اس وهكذا. تي اس ده اسمه سامبلنج ايه؟ تايم. السامبل سيجنال دي اتبعت فين؟ في ايديال ايه؟ تيجي سامبل سيجنال هنا ام اوف ايه؟ ام تي اس. طيب السامبل طبعا ما فيش حاجه اسمها تشانل، انا هنا بس بفترض ان انا ايه؟ كان عندي سيجنال خدت منها ايه؟ سامبل. عشان السامبلنج ده يبقى مظبوط يبقى لو انا عندي سامبلز المفروض اعرف ارجع مين تاني؟ سيجنال. هو لو انا عندي سامبلز ما اعرفش ارجع السيجنال يبقى انا حصل لي ايه كده؟ حصل مشكله. يعني انا غالبا بيبقى مثلا صوت خدت منه سامبلز وبعد كده السامبلز عاوز ارجعها تاني ايه؟ صوت. لو ما عرفتش يبقى عندي مشكله. فدي السامبلز. ارجعها ازاي؟ بيقول لك بنعمل غالبا لو باس فلتر. اللو باس فلتر ده الباند ويدث بتاعه هو الباند ويدث بتاعت السيجنال. يعني السيجنال دي لو جبت لها سبيكتروم يبقى الباند ويدث بتاعها اف ام. فلما تاخد منها سامبلز المفروض السامبلز دي عشان ترجعها تاني تعمل لو باس فلتر. الكلام ده جه منين؟ هنشوف. دي الفكره يعني. طيب ده بيسموه ري ري ايه؟ ري ريكونستراكشن. طيب. طب في عندنا كام نوع سامبلنج؟ ثلاثه. حاجه اسمها ايديال او امبالسيف سامبلنج. اسمها ايه؟ ايديال او امبالسيف. حاجه اسمها ناتشورال او براكتيكال سامبلنج. والنوع اللي هو الصح يعني اللي احنا هنشتغل بيه اسمه فلات توب ايه؟ سامبل. ده كام نوع؟ ثلاثة. ايديال ناتشرال فلات توب. في حاجات بقى في السيجنالز هنراجعها فور نولج يعني بس عشان نعرف نشتغل. يعني يمكن في اول محاضره راجعت معاكم لو انا عندي بريودك سيجنال بعرف ان ده السبيكتروم ازاي؟ مش دي بريودك سيجنال؟ بالكاف بريودك. فبتاخد فورين لوان ايه؟ بيريود والقصة اللي احنا قلناها، أو تعملها بإيه لو أنت حابب؟ فري سيريز. فري سيريز. فده لما تعمله سواء بالطريقة اللي هنا اللي هنا إنك تاخد وان بيريود وتاخد فورين وكده أو تعملها فري سيريز فتطلع لك دلتات برضه. تطلع إيه؟ دلتات. الدلتات دي المسافة بين واحدة والتانية بتبقى إف إس، عايز إف إس دي اسمها سامبلينج فريكونسي يعني اللي هي واحد على مين يعني؟ طبعا إف إس ده لسه هنشوف تعريف. هي واحد على كام؟ تي إس. وبتتضرب في إف إس. يبقى انا ده لما اخد له فورير هيطلع دلتات برضه بس السيبريشن بينها مين بقى؟ مقلوب التي اس يعني ومضروبه في مقلوب التي اس اللي هي اسمها اف اس. جت منين؟ اثباتها سهل يعني اثباتها ده هو لو يا اما تاخد فورير سيريز يا اما تعملها تاخد فورير لوان بيري وتعمل القصه اللي احنا عملناها دلوقتي. طيب برضه الكتاب بتتكرر كانت ايه الفورير بتاعها؟ طيب دي ملاحظه انتوا عارفينها بقى سيجنال مضروبه في دلتا تديك ايه؟ نفس السيجنال عند الدلتا والدلتا سيجنال كونفليشن دلتا تديك السيجنال شيرت اللي عند الايه؟ طب ريكتات بتتكرر قال لك نفس الفكره بس تطلع سنت بقى. طبعا هي ريكتات بتتكرر يعني ريكت تي ناقص ان تي اس على تاو يعني تحط ان بزيرو تبقى ريكت تي على تاو تحط ان بواحد يبقى متشفت عند تي اس عند 2 تي اس يبقى هي ريكتات بريودك ولا مش بريودك؟ ها؟ بريودك بريودك. لما تاخد لها الفورير المفروض ممكن تعمل فورير سيريز او تاخد 1 بيريود فريك تطلع سينك وتقعد تعمل ايه سامبلز منها يعني. فهتطلع لك فعلا سينك كده عند 0 اف اس 2 اف اس 1 والاصفار طبعا هتجيبها بيزد على الايه؟ المكان بتاعها يعني. طبعا بتطلع ديسكريت ولا مش ديسكريت؟ ليه؟ لان ده بريود فيطلع ايه؟ يبقى اذا دلتات بتتكرر تطلع ايه؟ دلتات بتتكرر السيبريشن بينها مقلوب تي اس
ومضروبه في الايه في الاف اس. الكتاب بتتكرر والمسافه بينهم برضه تي اس تطلع سينك بالتات عند يعني سامبلز من السينك عند 0 اف اس 2 اف اس ومضروبه في كام برضه تاو يعني هو تاو في الاف اس. جت منين؟ جت من فروم سيريز. طيب تعال نبدا بقى اول طريقه هي اسمها اي ري. طيب يبقى المسج هنعملها اي سامبلنج فيبقى اسمها ام اي اس اسمها ايه؟ طب يتعمل لها زي اي ار ولا حاجه لازم تضربه في الدلتا اضربها في ايه؟ بس يبقى ام اوف تي اضربها في ايه؟ سميشن من ناقص معايا من دلتا تي ناقص كام؟ ان تي اس. فيبقى يبقى ام اوف تي في سميشن ده كويس كده؟ لو حبيت تاخد فورير تعالى قبل ما ناخد فورير نرسم بس السيجنالز مع بعض واحده واحده كده. يبقى احنا عندنا المسج اهي 105 مين؟ المسج هضربها في ايه؟ في الدلتات. الدلتات الفرق بينها تي اس خليك في التايم الاول. فلما تضرب ده بده ده بده يديك ايه؟ قيمه السيجنال مضروبه في الدلتا صح؟ وده قيمه السيجنال مضروبه في الدلتا وقيمه السيجنال مضروبه في الدلتا وهكذا. يبقى ده عند الزيرو ام اوف زيرو وده ام اوف تي اس ام اوف تي اس. يبقى كده دي اسمها ام اي اس اوف تي ده ايه؟ انستنتينيوس ايه؟ اي ده ايه؟ سامبلنج اوف تي. طلعت سامبلز ولا مش سامبلز؟ الزمن بين كل سامبل وسامبل اسمها ايه؟ تي اس. تي اس ده اسمه سامبلنج تايم. يبقى لو انا عاوز اعمل سامبلنج تايم بواحد مايكرو يبقى انا هضرب السيجنال في دلتاز السيبريشن ما بينها قد ايه؟ واحد مايكرو فيطلع لي فعلا سامبل فيرجن من السيجنال السيبريشن بين كل واحده واحده واحد بايه؟ مايكرو اللي هي تي اس. ودي تبقى ام اوف 0 وام اوف 1 وام اوف 2 وام اوف 1. ماشي يا جماعه لحد هنا؟ كويس. ده شكلها فين كده؟ تمام طيب. طب ما تيجي نشوف شكلها فين؟ الاول في التايم احنا بنقول ام اي اس اوف تي عباره عن ده يبقى فورير يبقى ام اي اس اوف اف عباره عن ده كونفوليوشن ايه؟ ده. طيب ده الفورير بتاعه هنفترض ان هو حاجه كده ما اعرفش طبعا. ده انا لسه قايل لكم من شويه دلتات بتتكرر المسافه بينها تي اس تطلع ايه؟ دلتات المسافه بينها اف اس ومضروبه بكام؟ هنعمل ده كونفوليوشن مع ده. ده ايه؟ كونفوليوشن عشان ده في التايم يبقى كونفوليوشن في الفكر. الدلتا لما تعمل كونفوليوشن يطلع ايه؟ سيجنال كونفوليوشن دلتا تديك سيجنال عند دلتا. سيجنال كونفوليوشن دلتا عند اف اس يبقى عند اف اس. سيجنال كونفوليوشن دلتا عشان اف اس عند اف اس وهكذا. حلو. يبقى ده الشكل فين؟ ها؟ وده الشكل فين؟ لمين؟ للسامبل سيجنال بعد ما عملت لها ايديال سامبل. طب لو انا عندي ده وعاوز ده اعمل ايه؟ ادخل الام اي اس اوف تي على ايه بقى؟ لو بس فيش تي فيطلع لي ام اوف تي صح ولا لا؟ ليه بقى؟ لما تعمل لو بس فلتر كده مين هيستنى؟ اللي هو ده ولا مش هو؟ تاني انا دلوقتي عندي السامبل سيجنال مش دي هي دي؟ بس دي شكلها فين؟ طيب دي شكلها فين؟ الفريكونسي. ها؟ الفريكونسي. فلو انا رجعت ده من ده يبقى كاني ايه؟ رجعت ده من ده؟ طب ارجع ازاي ده من ده؟ لو بص فلتر من زيرو برجع حالك. طب هل في شرط عشان الكلام ده ينفع؟ قال لك اه ايه الشرط؟ ان اكيد النقطه دي بعيد عندي والا لا يحصل بينهم ايه يزي. طب ايه الشرط؟ يبقى اف اس ماينس اف ام اكبر من او يساوي كام؟ يعني اف اس اكبر من او يساوي كام؟ وده اسمه نيكوست كونديشن اسمه ايه؟ الشخص اللي شرح القصه دي من هنا بقى يسموا اف نيكوست اللي هي اف اس مينيموم اللي هو الستاندرد مينيموم سامي فريكونسي بكام بقى؟ 2 اف ام. طبعا ده اسمه ايه؟ المينيموم سامبلنج ايه؟ طبعا ده يديك تي اس ماكسيموم يعني تي اس هي مين؟ وهنا تيجي التريكه بقى، ايه التريكه؟ بصوا هي السيجنال اهي. وانا عاوز اخد سامبل. فممكن واحد يقول لك انا هاخد زيرو وهنا تي اس وهنا 2 تي اس. هل ده كده حلو؟ لا، لانه خد سامبلز بعيده، بس هو كده عاوز يوفر يعني يقلل العدد الايه؟ 6 سامبلز. فخد تي اس مالها؟ لما تي اس تبقى كبيره اف اس تبقى ايه؟ صغيره. هل ده ينفع؟ لا ده مش بمزاجه. لو عمل كده يعني بقت السيجنال دي الريبرزنتيشن بتاعها كده يعني هنا سامبل وهنا سامبل بقت كده كده كده
تعمل ريكونستراكشن؟ لا. طب نعرف من ايه؟ قال لك لا في شرط تي اس في قيمه ماكسيمم اسمها ايه؟ ما ينفعش يعديها، ليه؟ لو عدتها يبقى كانك قللت الاف اس عن كام؟ 2 يعني يحصل ايه هنا؟ ها؟ يعني لما تعمل هوب فلتر ده يرجع لك؟ يعني هل ده هيرجع؟ لا. يبقى تاني يبقى تي اس لو تي اس ماكسيموم ده طلع 1 مايكرو او 10 مايكرو يبقى هل انا ينفع اعمل تي اس 20 30؟ لا ما اقدرش. اخر كام؟ وعاوز اقول لك لو انا عملت ده 10 معناها ان دول هيبقوا لازقين فين؟ في بعض. يعني عاوز شارب لو بس ايه؟ فلتر عشان ياخدها مش اي حاجه يعني. فمن هنا بتيجي الشرط بقى ان انا لما اعمل سامبلنج لازم الاف اس بتاعي يبقى اكبر من كام يا جماعه؟ من ضعف الباند ويدث بتاعتي. عرفتوا ده منين؟ لو الاف اس اكبر يبقى انا ضمنت ان النقطه دي ابعد من دي ودي ابعد من دي فاعرف ارجع الاوريجنال سيجنال من السامبل فيرجن. بعمل لوكس ايه؟ يعني ارجع دي من السامبل. اما لو اخترت الاف اس صغيره يعني تي اس مالها؟ عشان اقلل عدد السامبل في الحاله دي ما حققتش ميكوست كونديشن او ميكوست كرايتيريا هلاقي ان هيحصل اليزنج فلما اعمل لو باس فلتر ما ترجعليش دي بقى ما رجعتليش سيجنال رجعت سيجنال ثانيه ايه خالص ديستورتد عشان كده بيسموه اليزنج ايه بقى كده طبعا السيجنال لما السبيكترم بيبقى كده ده عند الزيرو وده عند ايه؟ ده عند ماينس اف اس ده كام؟ من اف اس بيسموا الحته دي اف جارد اسمها ايه يا جماعه؟ اف جارد هنا اف ام وده اف اس معصوم يعني كانك بتقول اف اس جنرال يعني بتساوي 2 اف ام زائد اف ايه بقى؟ اف جارد لو خدت الاف اس مينيمال يبقى الاف جارد بكام؟ بزيد واضحه يا جماعه؟ ده كده بنسميه الايدر ايه؟ سامبل تعالى بقى الكلام ده وزي ما قلنا ده سبيكترم ده الاف جارد ايه الشرط؟ اف اس اكبر من ده يعني اكبر مني يساوي 2 اف ام الاف اس ده مستخدم فريكونسي او عدد السامبلز في الايه؟ الثانيه الاف ام ده الباند وسط المسج ده الكونديشن فور بروبر سامبلنج من غير ما يحصل اليزي قلنا الاف اس مينيمم ده اسمه نيكوس ريت او المينيمم سامبل فريكونسي اللي هو 2 اف ام والتي اس ماكسيمم اللي هو الماكسيمم سامبلنج فريكونسي سامبلنج تايم ده واحد على الاف اس ايه؟ مينيمم الريكونستراكشن قلنا بنعمل ايه بس؟ ها؟ دوبا فلتر بنزيله ليه؟ طب خطوات الحل في المسائل بقى انا بقول لك اعمل ايديا سامبل يعني. هو طبعا هيبقى عندك سيجنال ويقول لك انا عملت لها ايديا ايه؟ سامبل فاول حاجه سيجنال هتجيب لها السبيكترم تجيب لها الايه؟ اف ال صح كده؟ وهقول لك اعمل سامبلنج باف اس معينه لو لقيتها اكبر من 2 اف ال يبقى مش هيحصل ايه؟ اليزي اقل من 2 اف ام يبقى هيحصل ايه؟ كويس طب ارسم السامبل سيجنال في التايم ازاي؟ سهله ترسم الاكس اوف تي وتشوف تي اس بكام وتقعد تاخد سامبل طب السبيكتروم احنا قلنا عباره عن ايه في الاخر السبيكتروم لو رجعنا كده كان عباره عن ايه؟ مش ده كومبريشن ده؟ فكنت بقول ده كومبريشن ده تحطه هنا وده هنا بس مضروب في كام؟ خلي بالك اف اس هنا في ايه؟ فقال لك عشان كده اي سيجنال تعمل ايه؟ هي لو هي في التايم تجيب لها ايه؟ تحطها فين؟ فريكونسي عشان تجيب السامبل فيرجن تعمل ايه؟ تحطها عند كام؟ زيرو واف اس اف اس وماينس اف اس ومضروبه بكام؟ يبقى تاني لو انا عندي سيجنال في التايم وعملت لها سامبلنج باف اس معين وعاوز اجيب شكل السبيكترم بعد السامبلنج الاول اجيب السبيكترم بتاع الاوريجنال سيجنال اللي هو اكس ام اوف اف وعشان اجيب السبيكتر اللي هو ام انستنت اي دي اسامبلنج واف احط اخدها احطها عند زيرو واف اس 2 اف اس وماينس اف اس وماينس 10 اس ومضروبه كام؟ بس هنعمل ايه؟ استنش اكس اي اس بان انا احط مين؟ اكس واف عند كام؟ زيرو واف اس وهكذا واضرب في كام؟ تعال نشوف كده مسالتين اول مساله ايه بيقول ايه؟ دي كوزاين ولا مش كوزاين يا جماعه؟ كوزاين طب
طبعا هو عمل لها سامبلينج مره بكام ومره بكام؟ مره ب 14 ومره ب 7. طيب الاول الكوزاين لما اجيب اكس و اف سبت على 2 ايه؟ مش محتاج اعمل كده بس انا بعملها ايه؟ يعني دلتا ودلتا عند الكام؟ عند 5 وماينس 5 كام؟ بس 3 صح؟ فالاف ام بكام؟ 5 ايه؟ هرتز. فلو الاف اس اكبر من 10 يبقى مفيش اجهزنج، اقل يبقى فيه ايه؟ هو مختار كام مره؟ مرتين، مره 14 ده طبعا اكبر من كام؟ من 2 اف ام يبقى مفيش ايه؟ الليزنج. تعالى ارسم اكس اي اس و بي قلنا بنعمل ايه؟ ناخدها نحطها عند كام؟ زيرو زيرو. وعند كام؟ عند الاف 14. وهنا كام؟ 7. صح؟ وهنا كام؟ 9 مش 9 9 انا اسف ده 19 صح؟ نفس الكلام هنا كام؟ ماينس 14 صح؟ طبعا خلي الاوريجنال اهي مضروبه بكام طبعا كلهم؟ انا مقصود 3 بس مضروبه بكام بقى؟ يعني 3 بكام يعني؟ 14 عشان اعمل ريكونستراكشن هعمل ايه بس؟ لو من زيرو لكام؟ مش كده يرجعها لي ولا لا؟ يبقى انا عملت ريكونستراكشن عادي لان السامبلنج فريكونسي اكبر من كام؟ 2 اف ام. الحاله الثانيه اللي هي اف اس بكام بقى؟ صعب الوضع كده تلاقيني ارسم دي اسود اوريجينال كام؟ 5 6 5 صح؟ هنكررها عند اف كام بقى؟ 7 مظبوط كده؟ هشيل كده كام؟ هشيل كده كام؟ لغايه 2 وهنا كام؟ وهنا سالب 2 ده رقم كم تلاتين. كل ده مضروب في كام؟ 7 في كام؟ صح؟ بص بقى لما تيجي تعمل نو باس فلتر من 0 ل 5 هي اصلا سنجل تون تطلع لك كام؟ دول تون دول تون دول تون يعني كوزينتين مجموعين على بعض يعني تطلع ستورتد ولا سليم؟ ستورتد. حصل ايه هنا كده بقى؟ ايه اللي يزي؟ حصل ايه يا جماعه؟ ده بسبب ان انت استرخصت وعملت عن الاف اس مالها صغيره، اصل يعني ايه اف اس ب 7؟ يعني 7 سامبل في الثانيه، يعني قلل العدد الايه؟ السامبل بانه كبر الزمن ما بينهم اللي هو تي اس. بينما ده استخدم كام سامبل؟ 14 في الثانيه، يعني صغر الايه؟ فعرف يعمل لها ريكونستراكشن، لكن ده ما عرفش يعمل لها ريكونستراكشن. عمل ريكونستراكشن حاجه غلط. واضحه يا جماعه ولا لا؟ موضوع ظريف سهل خالص يعني. طيب مسألة تانية دي ايه؟ سين سين الاختلاف سنة الحياة جزء السايد جزء دكتور سايد جزء دكتور سايد دكتوركم سهل قوي ما خدتوش بالكم سهل قوي ولا كان في حاجة هو كان في حاجة مستوى أنا مش إيه؟ مستوى أنا نعم كان صعب جزء
ممكن يكون هو كده صعب. لا لا تخاف في ده كده. بص كده يا واد كان طويل قوي. مش سيريس كده 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 في ناس جايبه الدرجه النهائيه بس في ناس جايبه وحش ماشي. انا دلوقتي بس لما تكون سيدي خلاص البوزيشن. طيب بصوا معايا، حاول تكون فاينل سهل. تمام جزاك الله خير. اسهل من كده اكتر من كده ينفع؟ المسألة الأخيرة في الامتحان كنت قايلكم فكرتها في ثلاث فاهم. كل واحد بقى ما حضرش أو ما ذاكرهاش أو ما لو حاضر وحتى ما شافش الفيديو هيفتكر الفكرة. قايلكم كان يبقى لكم في الأيام صح؟ لا لا حضرت بس مش فاكرها. ما أقولش حاجة وأبقى أصلها يعني. طيب بصوا معايا ممكن بتعدي عليهم بقى. وهي اصلا مساله سهله على فكره، معظم المسائل بتتحل كده. مال طبعا ايه ناس المساله اكيد ناس المساله هو بجد صوته اللي انا ما حليتش فيه مش محتاجه ان انت تطور اصلا، يعني خطوه واحده بتجيب الحل، تقعد تعمل كذا خطوه عشان تجيب الحل. ده انا قصدي عليه. لا لا نسيم بقى هما غالبا حيث تقول في فاينل هوزع وانسي مش عشان تتوزع لك الاول فتسيني الاول. لا يبصوا معي وورد بكتور سيدة عبدالك مفروض انه يعني حط الامتحان اتفع حاجة ممكن تتحط. ايه ده مش كنت شو حاجة قبل كده يعني لو عايزين نقل من كده بالله كده سهل قوي. هو كده مسهل خالص بالنسبه للامتحانات الامتحان. والله كده على الاقل في رايت وقت الحاجات بتاع الاسئله دي بالذات. ممكن يبقى المساله الاولانيه فيها حاجات ماشي انا ما فاهم، بس اللي بعد كده ده المفروض ان هو حاطه سهل خالص بالنسبه لي. شيل دي بس. واصل يا حط الماده دي اول ماده برضه. ما هي اول ماده. شويه بس السبت الجاي اللي وراه يعني مش بعيد. دي مشكله. بص معايا. شوف كبير. ده كده كان كويس. ما انت عملت كده فعلا. انت ما ده الصح. دي ان بي اف مصر. اطلع بقى. والله دي ان بي اف. 400 سم 2000 دي. فبيقول لك هات السامبلنج ريت والسامبلنج تايم. لا وقفت جارد بكذا وقفت جارد بكذا فطبعا اول حاجه هنجيب مين؟ فاكرين سينك اي تي بكام ولا مش فاكرين؟ سينك كام؟ واحد على ايه؟ واحد على ايه؟ ريك؟ ريك على ايه؟ فيبقى كام؟ 4000 على 2000 ريك اف على 2 كيلو يعني 2 ريك اف على 2 كيلو يعني صح كده؟ ده مين؟ يعني الاف ام بكام؟ يعني البلد وش بكام؟ صح؟ يبقى لو اف اس مينيمم بكام يعني؟ 2 كيلو 2 كيلو هو عنده كام حالة؟ حالتين، أول حالة اف جارد بكام؟ 2/10 كيلو. يعني ايه افتكرت 2/10؟ يعني ايه بس كام بقى؟ 2/10 الحالة الثانية 1.5 نيكوست يعني كام؟ يعني 1.5 في 2 يعني 3 كيلو. الحالة الثالثة نيكوست اللي هي كام؟ 2 كيلو. الحالة الرابعة نص اللي هو هيحصل ايه فيها بقى؟ بس واحد كيلو. اول حاله الاف جارد 2/10 زي ما قلت البنات بس كام؟ 2.2. بص لو انا قلت لك احسب الفريكوانسي احنا عارفين القصه، هاخدها كراره عند 0.2 و2/10 و2 في 2.2. واضرب في 2.2. لو في التايم
خلاص انا حاسب السيجنال الاصليه اللي هي السينك 4000 تي، مش هي سينك 4000؟ هنرسم السينك ازاي؟ المضروب في تي اللي هو يبقى كام؟ واحد على 4000 اللي هي هي 2000، سوري سينك 2000 تي سينك 2000 تي مضروب في تي 2000 اقلبه يبقى 1 على 2000 اللي هو 500 مايكرو يعني و100000 مايكرو وهكذا. وانت اخد سامبلنج التي اس بتاعك 1 على اف اس طلع كام؟ يبقى هاخد سامبل عند الزيرو عند كام؟ وعند كام؟ 100 و1200 وانت عارف النار فين فانت بعيد عنه وبعد كده 1200 وهكذا. يبقى انت كده رسمت مين؟ الايديال سامبل فيرجن بتاع انه دومين؟ طيب مش هتاخد منه معلومه بس لو هو عاوز تقسمه هتقسمه. لو عاوز ارسم سبيكتروم سهله بقى، انا عندي الريكت دي هحطها عند كام؟ زيرو و2 و2 من 10 و4 و4 من 10 اللي هو 2 اف اس ومضروبه في كام؟ 2 و2 من 10. وهل هيبقى فيه ريزنج ولا مفيش؟ مفيش. يبقى انا خدتها عند زيرو 2 و2 من 10 وهكذا. والجارد بكام فعلا؟ 2 من 10 بين هي 2 و2 من 10 اطرح واحد تبقى كام؟ 1 و2 من 10 فالفرق يبقى كام؟ 2 من 10. هل في ريزن؟ لا. لو انا عاوز ريكونستراكت الاوريجينال سيجنال اعمل ايه؟ لو باس فلتر ب1 كيلو هرتز. الحاله الثانيه بيقول لك 1.5 نيكوست، 1.5 في 2 كيلو يعني كام؟ يعني تي اس بكام؟ تلت ملي سكند، يعني تقدر تستنى في التايم لو عاوز. في الفريكونسي بقى انا هاخدها واكررها عند كام؟ 0 3 6 9 وهنا الجارد بقى ده كام بينهم؟ 1 كيلو. هل دي ريزن؟ لا. لو عاوز ارجعها لو باس فلتر برضه. طب الحاله اللي وراها نيكوست نفسها بقى انا هاخدها واكررها عند كام؟ 2 و4 هيحصل ايه بقى؟ شارب لازقين في بعض. هل دي ريزن؟ لا. هو نظريا ما فيش ريزن بس عشان تعمل ريكونستراكشن لازم عندك ايه بقى؟ شارب. لو هو ليه رول اب مش هيجيبها. لو نص النيكوست يعني كام؟ 1 كيلو. 1 كيلو خلي بالك انا هحطها عند الزيرو وعند الكام؟ 1 2 وهكذا. لو هحطها عند الواحد يبقى هنا ايه؟ 0 2 وهنا هحطها عند ناقص 1 تبقى ايه؟ ناقص 2 و0. حصل ايه كده؟ طبعا الرسمه الصح هتبقى عامله ازاي بقى؟ 1 1 يديك كام؟ 2 1 1 يديك كام؟ 2. حصل كده ايه؟ ليزنج ولا مش ليزنج؟ يبقى هل اعرف اعمل ريكونستراكشن؟ ده كان النوع بتاع الايديا سامبلنج ومسائل زي ما بقول سهله قوي يعني. ايه مشكله الايديا سامبلنج؟ قال لك مش عملي يعني مش براكتيكال. انتوا عارفين الدلتات دي حاجه مش ايه اصلا؟ مش حقيقي. مش براكتيكال يعني مش عمليه. فقال لك لا عمليا ممكن نعمل حاجه اسمها ناتشرال سامبلنج. اسمها ايه؟ بدل ما اضرب في دلتات اللي انا ما بعرفش اعمل لها جنريشن اضرب في ايه؟ تريكتات. طبعا سويتش اون ايه؟ سويتش اون. طيب ماشي فقالك سهله خلاص يبقى يا جماعه هنضرب المسج في ايه؟ بيريودك ريكتانجلر ترين اوف بالسز الزمن ما بينها قد ايه؟ تي اس. يعني السامبلنج تايم كان يعني الزمن بين كل ريكت والثانيه تي اس. كاكسبريشن يبقى ريكت تي ناقص ان تي اس على تاو، يعني لما الان في زيرو تبقى ايه؟ تي على تاو. ان بواحد مش هتفيد عن تي ناقص تي اس على تاو. اثنين تي ناقص تي. يبقى هي الكتاب بتسنطر عند كام؟ زيرو تي اس تي اس. طيب فلما تضرب هيحصل ايه؟ هتضرب الركتايه اللي متسنطره عند الزيرو فاهم المسج وتضربها اللي عند تي اس كانك خدت سامبلز بس السامبلز في صوره ايه؟ بلسز. ركتايه. شوف الرسمه؟ هي الرسمه تعالى شوف التايم الاول. دي مين؟ الام اف تي. هضربها في ركتات متسنطرة عند كام؟ ها؟ ايه اللي يحصل لما تضرب ده بده؟ ركز معايا. هيحصل ظاهرة مش ظريفة قوي. بص ده بواحد لما تضربه في قيم تطلع ايه؟ القيم. نفس القيم. القيم. مضروبة في واحد. ده لما اضربه ده هل هتطلع ركتاية مستقيمة ولا مايلة؟ مايلة. مايلة هتحصل القيم. بس الركتات دي ميزتها ان هي متسنطره عند كام وكام وكام وكام؟ زيرو تي اس. زيرو ها؟ تي اس من تاني. ليه الركت دي مش ثابته مايله؟ يعني انا بضرب واحد في ارقام مايله تطلع ارقام مايله، بضرب واحد في ارقام مايله تطلع ارقام مايله. كده انا خدت سامبلز في صوره ايه؟ ركتات عند زيرو تي اس من تي اس. ده عملي اكتر صح كده؟
بس اللي عيبه ان الاسبمنت ملهاش امبليتود ماله فلات امبليتود ماله مايل دي حاجه مش حلوه طبعا عشان كده بقول لك ناتشر بس مشكلته هل هو فلات ولا مش فلات الاسبمنت مش فلات طب المهم تعال نشوف شكلها الفريكونسي طبعا هنا دخلنا بقى فوري يبقى الام ناتشرال سامبلنج اوف تي عباره عن ايه الام اوف تي مضروبه في ايه سميشن ريكتات عند كام زيرو تي اس و تي تي اس واحد طب في الفريكونسي الضرب يقلب ها كونفيوشن هفترض ان ده الفوريه بتاعه كده قلتلكوا في اول المحاضره فوريه بتاع التريكتات بتتكرر تطلع ايه سينك عند الريكتات المسافه بينها ايه اف اس اللي هي واحده على ايه تي اس طبعا ده كونفيوشن لان هنا كان ده ايه مالتيبليكيشن سيجنال كونفيوشن ده تديني ايه سيجنال شيفت بس خلي بالك بقى بص الامبليتيود الامبليتيودز متغيره يعني ده رقم وده رقم اقل ولا اكبر فهو ده كونفيوشن ده هيتنقل هنا بس القيمه اقل ده قيمه اقل اقل كل الارقام بتقل ولا بتقلش ليه بتقل هو ريك الكونفيوشن ده تديك ريك بس ريك مضروبه في رقم اصغر من ده يبقى الامبليتيود اصغر صح ولا لا طب السؤال ازاي اعمل ريكونستراكشن برضه ايه الشرط ان ما يحصلش جليزنج ان الاف اس يرفع من كام برضه اتنين مش جديد كذا ايه الجديد اللي انا عملته بدل ما اضرب في دلتا ضربت في ايه ريكونستراكت لان الريكت جنريشن اسهل هعمل اون اوف ايه سويتش بس طلع عيب ايه العيب مشكلات ايه مشكلات كويس تمام كده ونفس الكلام اهو يبقى ده اهو ال ام ان اس يعني ناتشورال سامبلنج ايه الشرط برضه ال اف اس اكبر من كام؟ 2 اف ام تي اس ماكسيموم عشان نعمل ريكونستراكشن نعمل لو باس ايه؟ تنسف هياخد ده بس يبقى انا كده تعالى كده احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ فلات ها؟ فلات سامبلنج نعمل ايه؟ فلات توب سامبلنج فقال لك في الحاله دي هتعمل ايه الاول؟ تعمل ايديال سامبل، تعمل ايه؟ ايديال سامبل. وبعد كده تعمل فالس شيبنج فلتر. فالس ايه؟ شيبنج فلتر. ممكن تبقى بريكتات. يعني ايه بقى؟ بصوا. يعني الاول المسج هنضربها في ايه برضه؟ ايه؟ يعني ايه بريكتات؟ يعني هاي فولت الشورت ايه؟ ديوريشن. بس مش ده هو السامبلز بتاعتي، يعني مش دي الحاجه اللي انا ايه؟ مش ده الاوتكم. مش ده المهم بالنسبه لي لان انا عاوز سامبلز يبقى ليها ايه استراكشر صح ولا لا ليها شكل يعني مش دلتات لان الدلتات انا مش عمليه بس انا اقدر اعمل شورت فولت هاي فولت شورت ديوريشن بقيم بيريوديك واضرب فيه طلع لي من هنا ام اي ده ليه هل كده انا عارف شكل السامبلز ولا مش عارفها لا لان دلتات اروح عامل ايه بقى ادخلها على بالز شيبنج فلتر قلت ايه يحدد لك شكل بدل ما هي دلتا عاوز شكلها ايه بقى؟ لو انت عاوز شكلها ريكت زي ما احنا عاوزين نعمل اتش اف سي عباره عن ايه؟ ريكت لو عاوزها تراي تعملها تراي ايه بقى مثل الطريقه دي زي ما هنشوف دلوقتي حالا؟ انك هتعمل سامبلز بريكتات بس الريكتات مالها بقى؟ فلات توب ما هياش ايه؟ مايل طب ليه؟ تعالى نشوف واحده 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 بصوا كده هي ماشيين واحده واحده في الطاير قوي يعني اعمل ايه الاول؟ السامبلنج ايديال سامبلنج يعني ايديال سامبلنج؟ يعني هاخد ام اوف تي واضربها في دلتات عند زيرو تي اس هيطلع لي ايه في الاخر؟ دلتات عند زيرو بعد كده هدخلها ايه؟ على ال تي اي الامبلس ريسبونس بتاعه ريكت ولما يخش سيجنال على ال تي اي بيبقى العلاقه ايه؟ الاوتبوت بيساوي ايه؟ الام بقول له ايه؟ كونفيوشن يبقى ده هيتعمل له كونفيوشن مع مين؟ ها؟ معايا يا جماعه؟ مع ريكت لسه كده هتعملوا كونفيوشن مع ايه؟ ها؟ طيب ده كونفيوشن ده يطلع لك ايه؟ ريكت ده كونفيوشن ده يطلع لك ايه؟ ريكت زي ما هي هل لاب توب ولا مش لاب توب؟ مالهاش علاقه بالكيرف مش ميت يعني انت بتعمل ايه؟ ها؟ بكررها كونفيوشن صح ولا لا؟ مش بتضرب بتعمل ايه؟ كونفيوشن في دلتا تديك السيجنال زي ما هي عند الدلتا ده كونفوليوشن دلتا بتديك سيجنال زي ما هي عندي كده هنا قايل لك اسامبل في التايم يبقى فلات توب فلات توب يعني خدت سامبل دريكتات بس فلات توب ما هياش ميه
وتديني كمان اوبشن لو واحد مش عاوز ياخد السامبلز اللي بتاعت عاوز تراي يبقى يعمل الباث شيرنج فلتر ايه تراي كومبليشن داتا تراي يبقى السامبلز عباره عن ايه تراي. يبقى انا عشان اهرب من حكايه ان السامبلز اللي بتاعت مايله لان انت حمايل عملت ايه الاول خدت المسج او السيجنال وعملت لها اي دي سامبل بس كده. بعد ما عملت لها اي دي سامبل دخلتها على شيرنج فلتر الاي سيستم لما يخش له سيجنال في التايم يبقى الاوتبوت بيساوي ايه كنت اعمل له كومبليشن وانا عارف ان الكومبليشن مع الدلتات بيديني ايه السيجنال متكرر عند الدلتات ايا كان شكلها بقى. فقلت خلاص هعملها ريكت ويبقى ريكت كومبليشن الدلتات بتديني ايه الدلتات كده ايه فلات. طب ده الشكل فين طيب تعال نشوف الشكل فين الاول انا عارف من محاضره من شويه ان السامبل سيجنال بيبقى الشكل سبيكترم بتاع حياه السبيكترم متكرر عند كام؟ اف اس و2 اف اس و3 اف اس مضروب في كام؟ ده انا عارفه؟ في التايم بعمل كونفليوشن هنا هعمل ايه؟ الريكت الفولي بتاعها ايه؟ سينك اضرب يطلع مشكله ايه بقى المشكله؟ الحركه اللي كانت بتحصل في التايم بتحصل لي فين كده؟ في الفريكونسي ده هيطلع لك ريكت بس مايله حسب الارقام ده هيطلع ريكت بس مايله ده مايله. عشان اعمل ريكونستراكشن اعمل ايه؟ لوباس فلتر لوباس فلتر بس في مشكله هل لما اعمل لوباس فلتر ده يرجع تاني الاولاني اللي هو ريكت عادي؟ لا ده بايظ صح ولا لا؟ يبقى هنا لازم الريكونستراكشن يبقى ايه بقى؟ لوباس فلتر ومعاه ايه؟ ايكوالايزر معاه ايه؟ طب الايكوالايزر ده في رايكم يبقى الفريكونسي ريسبونس بتاعه ايه علاقته بالاتش اوف اف ده؟ مقلوب واحد على اتش اوف اف بعدين بسبب ان انت بوظت مين ده؟ لو عملت لو باس فلتر وخلاص مش هترجع لك دي بس صح ولا لا؟ هترجع لك نسخه بايظه. طب هو مين اللي بوظها؟ يبقى انا محتاج ايكوالايزر الفريكونسي ريسبونس زي ما خدنا في الفيستجن يبقى كام؟ واحد على اتش اوف اف. يبقى دي الطريقه اللي بتستخدم فعليا هي فلات توب سامبل اللي هو اللي انت بتعمل ايه؟ بتاخد السيجنال بتعملها اي دي سامبل وكان دخلها على باس شيرنج فلتر غالبا بيبقى ريكتات فتقدر تجنريت ريكتات هي السامبلز بتاعتك والفلات توب. بس مشكله القصه دي عشان ترجع دي تاني للاوريجنال سيجنال اللي هي الكونتينوس مش هتحتاج لوباس فلتر بس الموضوع اعقد شويه تحتاج ايه كمان؟ ايكوالايزر مقلوب الفريكونسي ريسبونس بتاع الباس شيرنج فلتر اللي انت ايه؟ فهمتوا يا جماعه ولا يبقى ليه كونستراكشن وصل الام اف تي يعني فلات ايه؟ فلات ايه؟ هنعمل لو باس ايه؟ لو باس وبعد كده ايكوالايزر ايكوالايزر الاتش اوف اف بتاعته كام؟ واحد على الاتش اوف اف حيث اف من كام لكام طبعا الباس اف كام ايه؟ واضحه؟ هنشوف مساله تفهموا بيها بقى مش دي السينك اصلا دي سينك اصلا دي سينك دي كلام من سواء صعبان عليا والله الموجه والشمال هو يقول لك ايه؟ انتوا جايين نايمين ليه يا جماعه؟ كان عندكم حاجه النهارده ولا حاجه؟ كان قدام حاجه دوره ثانيه بس؟ حاجه قبلها؟ لا 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 يعني لا 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 ايه سامبل وبعد كده دخل على ايه؟ على ايكولايزر بالس شيبنج بس واضح ان البالس شيبنج ايه بقى؟ تراي فبيقول لك سكتش التايم والفريكونس يعني عاوز حاجه شبه الشرح ترسمه كله يعني. طيب اولا الام اوف تي دي عباره عن ايه؟ ايه ساين 4000 باي تي على مش عارف ايه دي معناها؟ ساين باي اكس على باي اكس هي إيه سينك اكس يعني كانها ايه يعني 4000 سينك 4000 صح؟ طبعا لو انا عاوز السبيكتروم هيبقى 4000 على 4000 ريكت
اف على ايه؟ 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
الباندويث كام بقى؟ اوكي؟ ممكن ما بقول لك ارسم فين وفين؟ في التايم وفي الفريكوينسي. طيب بصوا هو الـ FS كام؟ ده 10 كيلو. RTS كام؟ 11 كيلو. ميت مايكرو. طب المسج اصلا عبارة عن سينك صح؟ ادي المسج ده. مضروب فيها كام؟ 4 بلس و ماينس كام؟ واحد على 4000. واحد على 4000 250 مايكرو صح؟ تمام. بلس وماينس كام؟ 500 كده. فيبقى اهي وخمسين كام؟ 500 صح؟ هنرسم مين تحت كام؟ عند الزيرو ستاتس دلتا يعني. وعند الكام؟ 100 كام؟ 200 300 هنا في ايه؟ نول زيرو 600 وكذا. دخل على الاتش تي لاير تراي. يعني هيعمل كونفليوشن مع ايه بقى؟ تراي. تراي 20 كي تي. 20 تي ايه ده بقى؟ تراي 20 في 10 اس 3 تي يعني صح؟ يعني كانها تراي تي على صح؟ تي على واحد على سينك سكوير وسويت مايكرو صح؟ مش مايكرو ولا؟ شيء 500 نص في 10 اس 4 500 مايكرو 50 مايكرو ماشي 50 مايكرو ماشي 50 صح ولا لا؟ تراي ايه بقى؟ هنا 50 مايكرو ايه؟ 50 مضروبه بكام؟ 20 في 10 اس 3 صح؟ لما اعمل كونفليوشن ايه النتيجه بقى؟ بص انا عاوز بس السنه دي واسعه شويه بس عشان الدنيا ما تبقاش بايظه معايا. ايوه صح. اعمل ايه بقى؟ احنا خمسين مترز عشان مش هتبقى سينك سكوير وخلي رجع للزيرو يا بص لنها كام؟ انت شغال في الطايم تسوس خلال كل شيء خمسين صح؟ ده سينك اصلا بالنفتي ده كونفليوشن اهو. دي بقى عند المية هتبقى عند الكام وكام؟ 150 بس اصغر ولا اكبر؟ اصغر اهم من الجيزه زيها ايه؟ زيها بالظبط خلي بالك صح؟ وبعد كده
عند 200 في 150 و 250. بعد كده كام بقى؟ عند 200. طبعا هيبقى فينا ايه؟ نار. نار؟ مظبوط كده؟ اقل شويه. اصغر شويه اهو. مش كده؟ يا عم زيها بص بص يا جماعه بقى نفس الكلام بقى هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا. يبقى انا عملت ايه؟ فلاب توب سامبلينج بالترايس. مش الترايس ثابته ولا لا؟ طيب ده الشكل فين؟ طيب طيب الشكل فين بقى بعد كده؟ شكل ده كده اهو صح؟ ده الفريق بتاعه اهو ده بقى هو الـ FS كام؟ ضرب تراي دي كي سينك سكويرت سينك سكويرت مش كده بقى ايه سكريبت فالرسمه يعني نعمل بلوك هي تراي كانت ايه هتبقى كونتينوس تراي كانت ايه نعمل بلوك تراي 20 كي تي اللي هي تي يعني على كام 20 كي 20 كي بس على 20 بس على 20 كي 50 مايكرو يبقى 50 مايكرو وهنا 20 في 10 مايكرو التراي دي بقى طب فوري هو التراي دي كي 6 سكوير انت ايه ده اه ماشي 6 سكوير كام بقى 50 ماشي 6 سكوير طب حلو اف مش اف سكوير اف بس سينك سكوير اف 50 مايكرو اف نعم اف بس اف سكوير اف مش مش نجري عند الطريقه هو ال 20 10 سي 3 بس مش 10 سي اه تطلع واحد تطلع واحد دي كلها سينك سكوير بقى تمشي مضروب في اف ده اقلبه يبقى كام بقى يرجع ثاني 20 كيلو وعلى 50 كام؟ اه شو السنسة ليه 20 يرجع 20 كيلو 20 كيلو يعني والصفار عند كام بقى؟ 20 كيلو 40 كيلو طب 20 كيلو ناقص كام؟ ناقص 20 كيلو ليش؟ هنضرب مين في مين؟ هو ده كونكلوجن ايه بيه؟ بس ما فيش سالب نعم؟ ما فيش سالب عشان كيس كويس هو لا يعني هو جزء الجزء ده في الموضوع اوكي عامله كده صح انا يهمني 20 وناقص 20 يبقى ده هيتضرب في ده هيطلع ايه زي ما هو بس ايه بس لا يعني مش فلات وده برده هيطلع اقل طبعا حاجه عامله كده يعني كام 10 نفس الكلام هنا طبعا عشان اعمل كونستراكشن اعمل ايه لوباس فلتر لوباس فلتر من زيرو لكام و H equalizer of F يساوي واحد على مين؟ اللي هو بكام؟ واحد على مين يعني؟ سينك سكوير صح؟ 50 في كام؟ في 10 أس ناقص 6 أنتوا يا جماعة بصينا على الحتة هنا هي كلها شوية طبعا بس يعني ما فيكيش امتحان ان شاء الله يبقى الاول اهو ده الفوري بتاعه يطلع نفس زي ما قلنا عملنا ايديال سامبلينج زي ما قلت لكم ده وده وبعد كده هنا صفر واثنين هنا وده وده صفر وصفر هنا ففي التايم
احنا قلنا ده اي هعمل كونفوليوشن مع فاز شيب الفكتور اللي هو تراي. هعمل ايه؟ هتحط ترايز فين؟ هنا وهنا وهنا. طبعا القيمه بتقل على حسب هي فين صح ولا لا، ولازقين في بعض لانها ظبطت كده 50 مايكرو 100 150 كده صح. فده كده السامبل فيرجن. هل الترايز غيرت الشيب بتاعها؟ هي طولها بس لكن هي فلات يعني طبعا هنا ملهاش ليفل معين يعني، بس هي ما فرقتش ما ملتش يعني فاهم الفكره؟ فلو كانت ريكتات هتبقى كده ريكت وريكت 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 فلات صح؟ كده انا عملت سامبل فيرجن. هو ده السامبل فيرجن في التايم. لو بتبص على الفريكونسي فقلنا ده التوريد صح؟ السامبل فيرجن معناها ان انا هكرر ده عند 0 و10 كيلو و20 و30 وهكذا. لما تعمل كونفوليوشن مع التراي يبقى كانك بتضرب في سينك سكوير. زي ما قلت لكم السينك سكوير اللي احنا عملناها على السبوره الاصفار بتاعتها عند 20 كيلو و40 كيلو و60 كيلو وهكذا. لما تضرب ده بتاع هيطلع لك ريكت بس مايله، ونفس الكلام في الباقيين هتطلع لك شكلها عامله كده صح ولا لا؟ فده ديزاير. هعمل لو باس فلتر من زيرو كام فعلا؟ بس هتطلع هل تطلع هي نفسها الاصليه؟ لا، لان فيها ميل حصل لها ديستورشن باظت يعني. فعشان ارجعها بعمل ايكولايزر. الايكولايزر ده بكام زي ما قلنا بقى؟ واحد على ايه؟ شيفت سكوير اللي احنا بنعمله. واضحه يا جماعه ولا لا؟ يبقى احنا خدنا كام نوع سامبلينج؟ ثلاثة اللي هو الايه؟ ايديال براكتيكال وبراكتيكال وناتشرال والايه؟ وبراكتيكال. فطبعا الايديال انك تاخد ايه وخلاص؟ دلتس. فبالتالي يبقى في التايم هاخد دلتات عند تي اس و2 تي اس في الفريكونسي بجيب السبيكترم بتاع السيجنال الاصليه اللي هي الكونتينوس واكررها عند كام؟ اف اس و2 اف اس و3 اف اس و0 وكده واضربها في اف اس واشوف حصل اليزنج. يعني غالبا الاف اس اكبر من كام؟ اقل من 2 اف ام يبقى في اليزنج مش عارف اعمل ريكونستراكشن. لو الاف اس اكبر من 2 اف ام يبقى مفيش ايه؟ اليزنج وهعمل له باس فلتر هرجعها تاني. بعد كده قال لك طيب احنا عاوزين ناخد سامبلز ما تبقاش دلتاس ريكت يعني. فقال لك خلاص انا هرجع في الدلتات ونضرب في ريكتات. نضرب في ايه؟ فكانت النتيجه ان هو فعلا السامبلز بقت ريكتات بس ريكتات مالها مايله على حسب قيمه المسج مش فلات. فقال لك ده مش حلو. فقال لك خلاص يبقى نعمل الاول ايه؟ ايديال سامبل وبعد كده ندخلها على فلتر بالشيب اللي انا عاوزه فيديني بلسز كشيب عند السامبلز. فلو دخلتها على ريكت يبقى انت بتعمل كونفيوجن مع ريكت يبقى انا ايه هحط ريكتات عند كل الايه السامبلز يبقى انا كده عملت فلات توب ايه بقى سامبل. هو ده الايه الفكره بتاعتك. فطبعا لو بصيت على الريكت النهارده هي سهله جدا جاست بس تبقى عارف المسالتين اللي هم بتوع الايديال والمساله بتاعت الفلات توب مفيهاش حاجه يعني. المفروض بقى ان احنا اخر ليكشر عندنا اللي هي الايه بقى؟ البالس موديليشن. عندنا ثلاث انواع، حاجه اسمها بالس امبليتيود ايه؟ حاجه اسمها بالس ويتس موديليشن وحاجه اسمها ايه؟ بالس بوزيشن موديليشن. الحاجات دي مهمه في تطبيقات كتير في الاوبتكس وفي حاجات كتيره فمهم تبقى سامع عنها. بس طبعا انت في الاخر بقى عندك ايه وخلاص؟ بالس بالس. البالسز دي ليها كام بارامتر؟ ثلاثه بقى. ايه هما؟ الامبليتيود بتاعها بس هو فلات والويتس بتاعها والبوزيشن مكانها. فهي الفكره كلها ايه بقى؟ انت عندك مسج لو عملت لها بالس امبليتيود موديليشن معناها ايه؟ لما المسج تبقى كبيره يبقى الامبليتيود بتاع البالس كبيره، ولما المسج تبقى صغيره يبقى انت عامل ايه كده؟ بالس. طب لو بالس ويتس موديليشن هتلاقي مين اللي ثابت بقى؟ الامبليتيود ثابت. ولو المسج كبيره تبقى عرضها هي اللي لو المسج الصغيره يبقى العرض بتاعها ايه؟ صغير. طيب لو كان بالس بوزيشن موديليشن هتلاقي بقى لما المسج تبقى ايه؟ كبيره مكانها هو اللي بعيد عن البدايه اللي هو الشيفت يعني. ولما تكون المسج صغيره يبقى ايه؟ المكان اللي بادئه منه ايه؟ صغير. هي دي ايه الفكره بتاعت دي. ده العام المره الجايه بمسائل ظريفه كده مش بتبقى صعبه. حد عنده اي اسئله؟ زوروا محاضره صغيره اهو مفيش ايه؟ النوت دي سطرتها لك حاجات تبقى ظريفه يعني دي اللي انا بتكلم فيها يعني بس فاكمل. بصوا ايه؟ جميل كمل بصوا اديني
خلاص انت تقول لي انا مش عارف اشرح الكلام ده كمسائل عشان المره الجايه احنا نعيد تاني مش هتبصوا دي ايه المسج دي المسج لو بتعمل فام بتعمل ايه كان خالص انا في ايه فالس كلها العرضه ميرو مشاوي وكلها بدا دي او تي اس دي اس بي بتغير انا عارف يعني ده بسموه فام فالس ويتس بقى ايه بقى بصوا هو امبيوت ثابت بس دي عشان الفولت كبير يبقى التاو ايه ماكسيمم اقصى تاو يعني التاو تي ال تي ال لحد اقل قيمه تبقى تاو ايه هل البدايه اتغيرت لا كلها عند زيرو تي اس و تي اس هل الثالثه تلاقي كل عرضهم ثابت والامبيوت ثابت مين بيتغير بوزيشن ليه يعني هنا ماكسيمم هو المكان بتاعه من زيرو لكام؟ بدل ماكسيمم ودي اصغر قيمه بدل ايه؟ فهمتوا الفرق بين ثلاثه كايديا يعني؟ نكمل بقى